الحسين بن سينا الجزء الخامس. لم يكن ابن سينا يشبع من تحصيل العلم أبدا، وبدأ في سن مبكرة يؤلف الكتب في كل فروع العلم، وقد زاد هذا من شهرته ورفع قدره، حتى عينه الأمير شمس الدولة البويهي وزيرا له. وطبعا كان لهذا القرار آثاره على المحيطين بالأمير. أنا لا أطمئن لهذا الرجل يا قائد الشرطة. وأنا أشاركك الرأي يا كبير الجنود، مثل هذا الوزير الجديد قد يستأثر بحب الأمير فيقل اهتمامه بنا. ليس هذا فقط ما يقلقني، أمثال هذا العالم يدعون الحكمة، وربما أقنع الأمير بعدم جدوى الحرب أو الغزو إن لم تكن الحرب لهدف سام أو نبيل. ما هذا الكلام؟ هل يمكن أن يقتنع الأمير بمثل هذا الكلام؟ والأخطر أنه قد يدعوه إلى نبذ العنف والتعامل مع الرعية بالطيبة. هل تتخيل ماذا سيكون موقفك عندها؟ لا يمكن، رجالي يعاملون الناس بقسوة حتى نحافظ على أمن البلاد، لا يهمنا إن ظلم البعض ما دمنا نحفظ أمن البلاد. ولذا فلا مانع من زيادة المظلومين واحدا آخر في مقابل حفظ الأمن. أتعني؟ نعم، رأي سديد. تعرض ابن سينا لمكيدة من الجنود الذين خافوا على مصالحهم، وتم القبض عليه وتلفيق تهمة ظالمة له، ووشوا به عند الأمير شمس الدين وطلبوا حبسه. ولكن كان الأمير متأكداً من براءته، وكان يريد في الوقت نفسه أن يأمن شر من يحيط به من الجنود، فقرر تخفيف العقوبة للنفي. ولكن ابن سينا لم يغادر همدان، وأقام في دار صديقه أبي سعد متخفياً، ولم تمنعه محنته من الاستمرار في التأليف، بل اعتبر ما حدث فرصة للتفرغ استغلها ابن سينا كما يجب، واستمر يمارس تجاربه العلمية من وقت لآخر. ماذا تصنع يا ابن سينا؟ أتابع حركة النجوم، لي ملاحظات أود تدوينها. أنت مهتم بعلم الفلك أيضاً. أخشى أن تندهش يا أبا سعد إذا عرفت أنني أهتم بكل فروع العلم كلها. وما الذي يدهشني؟ كل ما في الأمر أنني أشفق على عالم مثلك، ينظر أن يجود الزمان به، أن يتعرض إلى مثل ما تتعرض له من ظلم وافتراء. لا تبتئس يا أبا سعد، سيأتي الحق ويزهق الباطل بالتأكيد. أتمنى أن يحدث ذلك يا ابن سينا وبأسرع وقت. ماذا بك يا زوجي العزيز؟ متعب قليلا. أهو الألم نفسه الذي كنت تعاني منه في الماضي؟ نعم، يبدو أن المرض قد عاودني مرة أخرى. نستدعي لك الأطباء إذن. لم ينجح في علاجي إلا طبيب واحد، وأظنك تعرفينه جيدا. أتعني ابن سينا؟ نعم، الرجل الذي أعمى الحقد من حولي عن قدره ومكانته، فوشوا به وظلموه. كنت تعلم ببراءته إذن؟ بالطبع، بالطبع كنت أعلم، ولكنني فقط خشيت أن يسيء للرجل أكثر من ذلك لو أظهرت لهم
أني لم أصدق الأكاذيب التي بلغتني عنه، فعلت ذلك لمصلحته. ولكن ابن سينا لا يعرف ذلك. بل لابد أنه يعرف، إنه أذكى من قابلت في حياتي. أنسيت أنه كان وزيرا لي؟ أتمنى ذلك يا زوجي العزيز، فلهذا الرجل أفضال عليك كطبيب ووزير. لابد من اتخاذ القرار الآن. سأطالبه بإحضار ابن سينا ليعالجني، وستعود الوزارة إلي. وكيف تجدوه الآن؟ لقد نفيته خارج البلاد. ما زال ابن سينا في همدان، لم يغادرها. ماذا؟ أأنت متأكد؟ نعم، إنه يجلس متخفيا عند أحد أصدقائه. وصلتني المعلومات ولم أطلع أحدا عليها، حرصا على سلامته. ولكن جاء الوقت لأرد للرجل كرامته وحقه. أنت ماهر حقا، وتستحق كل اعتذار يمكن تقديمه. لا حاجة لي باعتذارك أيها الأمير، فأنا أدرك تماما لماذا فعلت ما فعلت. أنت في النهاية لم تضعني في السجن، ولن أفعل أبدا. سأنطلق مع الجيش قريبا لأخوض معركة جديدة. أيمكنك مرافقتنا أيها الوزير؟ مولاي، ولكنك تعلم وجهة نظري في المعارك التي تخوضها لهدف توسيع دولتك. نعم أعرف أنت ترفضها. وأيضا أرى أنه من الخطر أن تسافر أنت نفسك، ما زالت حالتك غير مستقرة. هذا أمر لا يقلقني، إن حدث لي أي مكروه فوجودك يطمئنني، وأنا أثق بك دائما. اجعل ثقتك بالله يا مولاي، ما أنا إلا سبب، وكل شيء بأمر الله جل وعلا. كان ابن سينا محقا حين حذر الأمير شمس الدولة من السفر، فقد مرض الأمير في وسط المعركة مرضا شديدا، ولم يسعفه الوقت ليعود فيتلقى العلاج، إذ توفي وهو في الطريق لهمدان، وتولى ابنه الحكم من بعده، ولم يستمع لنصيحة من حوله بأن يتخذ ابن سينا وزيرا، بل اتهم ابن سينا بالخيانة عندما علم أن علاء الدولة أمير أصفهان يراسله ويطلب منه الحضور لأصفهان. وفجأة وجد ابن سينا نفسه في السجن. وظللت يا مولاي علاء الدولة 4 أشهر في السجن، ولكن عقلي رغم ذلك لم ينقطع عن التفكير في مختلف فروع العلم لحظة واحدة. ثم خرجت من السجن واستطعت الهروب من همذان متخفية، وها أنت الآن تقيم في أصفهان معززا مكرما يا ابن سينا. مولاي علاء الدولة، مرت الآن أكثر من 10 سنوات على إقامتي في أصفهان، وقد أنجزت فيها ما لم أنجزه من قبل، فشكرا لرعايتك واهتمامك. لا أريد منك إلا أن تستمر في عملك أيها العالم الجليل. إنني فخور بأنك في أرض أصفهان، لأنني أراك أهم عالم جاء في التاريخ. لولا من سبقونا لما توصلنا لما توصلنا إليه يا مولاي. أنا إنما أبدأ من حيث انتهى الأولون وأكمل الطريق. كلام حكيم. فليسمح لي مولاي علاء الدولة بالانصراف، فهناك الكثير من العمل في انتظاري. تفضل يا ابن سينا، ولا تحرمنا من زيارتك أيها العالم الكبير. عرف ابن سينا بألقاب كثيرة، منها الشيخ الرئيس، المعلم الثالث، الوزير، حجة الحق، شرف الملك، الحكم الدستور. وتلقى العلم على يديه كثير من الطلاب، وكان ابن سينا
قدوة لكل من يريد أن يكون عالما مميزا، وكان قامة يصعب الوصول إليها. سيدي، هل لخصت لنا اكتشافاتك الطبية؟ هذا سؤال صعب يا بني، ولكن سأحاول إجابتك. اكتشفت أن الأمراض تنتقل بالعدوى، وقد ينقل الماء والتراب المرض من الشخص المريض إلى الشخص السليم، ولم يكن أحد يعرف بهذا الأمر من قبل، وخاصة مرض السل الرئوي. وقد اكتشفت وحللت كثيرا من الأمراض والأعراض لم يسبقني أحد إلى اكتشافها، واكتشفت أيضا بعض العقاقير المنشطة لحركة القلب، وبعض الأنواع من المرقدات التي يجب أن تعطى للمرضى قبل إجراء العمليات الجراحية لهم لتخفف ما يعانونه من ألم، سواء أثناء الجراحة أو بعدها. وعرفت أن بعض الأمراض إنما يكون سببها خلل في نفسية المريض وليس سبباً جسدياً، واتبعت طريقة مختلفة في علاجها. كان كل اكتشاف من هذه الاكتشافات يكفي ليضع ابن سينا في مصاف كبار العلماء في التاريخ. ولم تنتهي حياة ابن سينا بوفاته عام 428 للهجرة، بل ظل كل ما قدمه للبشرية في علوم الطب والنبات والحيوان والفلسفة والموسيقى والرياضيات والجيولوجيا والفلك والفيزياء والكيمياء واللغة العربية وعلم النفس، شاهداً على عظمته ومخلداً لاسمه حتى يومنا هذا. وطالما ظلت البشرية تستزيد من العلم الذي وهب له ابن سينا عمره رحمه الله.